العين بودكاست. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست التكنولوجيا بصمة تك، معكم يا شعشاعة وإبراهيم ملص. أهلا إبراهيم، شو الأخبار؟ والله تمام، شو الأخبار؟ كله تمام التمام، خبرنا. شوف، اليوم نحن رح نحكي عن شيء من أخطر الأشياء اللي نحن ما فينا نعيش من دونه اليوم، وهو الأمن السبراني، سايبر سيكيورتي. حلو، خصوصا أنه هالأيام حياتنا كلها أونلاين يا جماعة الخير. أكيد بنتنقل ما بين اللابتوب وعليه كل أشغالنا، والموبايل اللي بيحمل صورنا وأسرارنا، وكمان أموالنا في المحفظة الذكية وحسابات الكريدت كاردز على الإنترنت، وكلمات السر تبعتنا مرفوعة كلها على الكلاود. فيا جماعة الخير، ثانية واحدة كل هذا ممكن يضيع بخطأ بسيط، أو 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 لو كان في ثغرة مثلا بالدرع اللي بيحمينا وهو الأمن السبراني. بالضبط، وفجأة بتلاقي نفسك أنت ضحية لما يسمى بالقرصنة الإلكترونية من هاكر قاعد ببيته وبدون مجهود بيعمل ريست لحياتك كلها. حرفيا حياتك كلها بيعملها ريست. آه. وبتتذكر اللي صار مع صاحبنا طارق لما فتح جهازه في يوم من الأيام ولقى رسالة من هاكر بيخبره إنه إذا بدك توصل للداتا تبعتك والبيانات لازم تدفع له فدية، مش عارف كم كانت، كم $1000 أو إشي زي هيك. صح، بتذكر بظن اللابتوب تبعه والبيانات كلياتها راحت كلها، يعني 100% ما رجعها. واللي صار له هذا هو واحد بس من أنواع الهجمات الإلكترونية جماعة الخير. صحيح. واسمه رانسوموير أتاك، والشي الوحيد اللي بيفصلنا عن الوقوع ضحايا لهاي الهجمات هو الأمن السبراني. وحتى تكونوا يا جماعة الخير أنتم محطوطين بالصورة وعارفين حجم الخطر نحن بنحكي عنه، إحصائيات بتقول إنه هناك هجمة إلكترونية بتصير كل 39 ثانية، والضحايا بتروح ما بين أفراد، مؤسسات وحتى دول. أنتم متخيلين شو يعني كل 39 ثانية بيكون فيها هجمات؟ وهاي الهجمات حصلت مش بس مع بشر عاديين. صح. يعني صارت مع أهم الشركات العالمية. شركة ميتا نفسها، فيسبوك سابقا، في ديسمبر 2022 تعرضت لهجمات إلكترونية أدت لتسريب بيانات حوالي 500 مليون مستخدم، وتم عرض هاي البيانات للبيع من قبل الهاكرز على الدارك ويب. إبراهيم إذا بتتذكر الحادثة هاي. يعني أنت مزاد مش مزاد طبيعي، مزاد تحس حالك سلعة ألف يعني. مزاد للبيانات، عرفت، بتفوت أبدي بيانات هالشخص وشوية من هون كومبينيشن. أما بالنسبة للدول اللي تعرضت لهجمات فهن كتار، من أبرزن هذه الهجمات اللي صارت بستوكسنت بعام 2010، وهجمات دي أو أس أو الدينايل سيرفيس بيوليو 2009 ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ودير بالك من اللي جاي هجوم هاكر أمريكي على كوريا الشمالية في فبراير 2022. تخيل أنه صار واحد هاكر واحد بإسقاط شبكة الإنترنت بالبلد كلها. أوف، شخص واحد أسقط هذا. أنا طبعا هاي ما سمعت عنها صراحة أو ما قريت عنها الحادثة، لكن كل اللي بفكر فيه هو مدى سهولة أنك تقع ضحية لهذا الخطر، وما في حدا فينا صراحة بعيد عن الخطر هذا أو في مأمن منه. صحيح. فتعال اليوم نحن نحكي عن الأمن السبراني ومبادئه وسلوكياته، وكيف نحمي نحن حالنا وبياناتنا وأموالنا في عصر الإنترنت والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وكل هالأشياء اللي يعني صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأصبحت بياناتنا بين يدينا. لكن بنفس الوقت هذا التطور جعل حياتنا عرضة لبعض كليكات للناس اللي موجودة للهاكرز بكل أنحاء العالم. 100%. من دون ما نطول عليكم، خلينا نبلش معكم إبراهيم ملص وإياد شعشاع، وهيدا بصمتك من العين بودكاست. لتعرفوا حجم المشكلة اللي احنا بنحكي عنها اليوم، شركة مكافي المشهورة في مجال الأمن السبراني طرحت تقرير في 2020 بتقول إنه حجم الخسائر العالمية من الهجمات السبرانية بيوصل لحوالي $1 تريليون، 1000 مليار بمعنى أصح. واو. بزيادة أكثر من 50% عما كان فيه ب 2018. مزبوط. وراح تزيد هيدي النسبة يا إياد بشكل متزايد مع مرور السنين. الأرقام هاي مهولة ومش طبيعية، بس صحيح لأنه مع مرور الوقت إبراهيم وتطور التكنولوجيا بتظهر أنواع جديدة من الهجمات الإلكترونية. أكيد. والقراصنة صاروا كرياتيف في الموضوع هذا باستغلال الثغرات الأمنية والأنظمة الإلكترونية، وكل يوم بتظهر برامج جديدة للهاكينج. لهيك على الناحية الأخرى بتسعى الدول إنها تستثمر في أنظمة الأمن السبراني لحماية أنظمتها الحكومية وبيانات شعوبها من التعرض لهيك هجمات، وكثير من الشركات الكبيرة بتوظف هاكرز عندها ليحاولوا يخترقوا الأنظمة تاعتهم
ويكتشفوا الثغرات الموجوده فيه. على سيره كلمه كرياتيف اللي انت حكيتها صراحه دغري لمع براسي شات جي بي تي. تخيل يعني الهاكرز ممكن يطلبوا من شات جي بي تي انه يعمل لهم برنامج يعمل هاكينج، لانه نحن شفنا شات جي بي تي قدر يعمل كلون استنساخ كامل لمنصه تويتر. فتخيل هلا احنا بنخلي الذكاء الاصطناعي يعملنا هاكينج للذكاء الاصطناعي. ما مش قادر اتخيل صراحه. نرجع للموضوع اللي انت قلته تحديدا اللي صار ب 2022، حجم اسواق انظمه السايبر سيكيورتي وصل الى اكثر من 200 مليار دولار، وبالمتوقع انه هذا الرقم رح يزيد ليوصل لنص تريليون دولار بحلول 2050. ويا ريت يكونوا بكفوا على فكره، لانه اكيد بتعرف انه في سايبر وورفير صايره وجزء من صراع الدول مع بعضهم البعض هالايام على الموضوع هذا. وقبل ما نغوص في شرح شو هي هاي الهجمات، خلينا نعرف شو المقصود بالأمن السبراني أصلاً بطريقة هيك. 100%. الأمن السبراني هو أو هي طريقة الدفاع لحماية البيانات والاتصالات والشبكات المتصلة بالإنترنت ضد الهجمات الرقمية. حلو. حتى بسطة، إذا بتعرف أنتي فيروس اللي بتعمله سيت أب على جهاز الكمبيوتر تبعك، هيدا يعد من أنظمة الأمن السبراني لحماية البيانات الموجودة على جهازك. في الأغلب لما بتتعرض للقرصنة أكتر إشي بيستهدفوه الهاكرز يا جماعة الخير هو سرقة بيانات بطاقتك البنكية طبعاً، أو سرقة بعض الملفات السرية الخاصة بشغلك. صحيح. أو حساباتك على الإنترنت، لأنه ممكن حتى توصل لأنه هو بيقدر يسرق هويتك في حد ذاتها كاملة ويستخدمها في أمور أخرى. بيذكرني هذا الكلام باللي عملته عصابة اسمها غوزنايم الدولية على مدار تخيل إياد 12 سنة بسنة من سنة 2007 حتى 2019، استطاعوا أنه يسرقوا حوالي 100 مليون دولار، هيدا من الحسابات البنكية لأكثر من 40 ألف ضحية حول العالم. أكيد سمعت عنها أكيد، وكانت هاي من أكبر السرقات اللي صارت. 12 سنة. خلينا نتعمق أكثر، شو رأيك إبراهيم؟ ونضرب أمثلة للناس لحتى تفهم كيف ممكن بتصير هاي الهجمات من أصله، يعني كيف آلية عملها. عادة الضحية هو اللي بيسمح للهاكر بالدخول، يعني أنت اللي بتخليه يفوت على بيتك. وكيف على سبيل المثال أشهر أنواع الفيروسات اللي اسمها التروجن، اللي بيجي اسمه تروجن من الحصان طروادة إذا بتذكر فيلم تروي، بمعنى أنه هو بيبعت لك برسالة أو إيميل، وأول ما أنت بتفتحه للإيميل أو اللينك، هذا الفيروس بيكون قدر من خلاله يتسلل لجهازك وبيسيطر فيه على المعلومات تبعيتك. فمعظم الهجمات الإلكترونية بتتم بهذه الطريقة. كلام صحيح 100%، وهي أكثر طريقة شائعة حاليا. ولو ما كان عندك البرنامج تبع الأمن السبراني على جهازك مثل الفاير وول أو الأنتي فيروس، راح تخسر كتير كتير كتير. صحيح. الهجمات الإلكترونية هي بتتنوع ما بين الرينس اللي حكينا نحن عنه قبل، وهناك خدمات هجمات الدي او اس او الدينايل اوف سيرفيس، وهيدي بتمنع المستخدمين الشرعيين من انهم يوصلوا لموقع الويب عن طريق اغراقه بطلبات مزيفه واجبار الموقع على التعامل مع هذه الطلبات. هيدا النوع من الهجوم يستخدم لتعطيل العمليات والانظمه الهامه ومنع الوصول الى المواقع الحساسه سواء مواقع بنكي أو حكومي. وكمان في الهجوم المعروف باسم التهديد المستمر المتقدم أو الـ APT، اللي هو الـ Advanced Persistent Threat، ومن خلاله بيقدر الهكر أنه يتسلل إلى الشبكات أو الأنظمة. صح. بدون ما حدا يكتشفه، وبيضل الفيروس أو البق هذا غير مكتشف لسنوات وسنوات على الجهاز، ومن خلاله بيتم اختراق أي أنظمة إلكترونية سواء كمبيوتر أو سيستم حكومي أو شبكة بنوك، لأنهم يسرقوا المعلومات الحساسة منها. بهيك نحن صرنا نعرف كيف ممكن نحن نتعرض للقرصنة. تعال نشوف كيف نحن نحمي أنفسنا من خطر الهجمات الإلكترونية عن طريق تطبيق بعض المبادئ والسلوكيات الخاصة بالسايبر سيكوريتي، حتى نحافظ على بياناتنا وما نلاقي نفسنا بيوم من الأيام شو مسروقين ومنهوبين والهوية تبعتنا ما ندمانين. طيب أول خطوة إبراهيم شو هي كالعادة؟ يعني أي حدا أوكي، على قد ما يا جماعة الخير ممكن تفكروا أنه الخطوة هاي بسيطة، لكنها فعلا مهمة جذرية. فأول شيء لابد أنك تتأكد من إعدادات الخصوصية تبعتك على كل الأجهزة اللي أنت بتدخل منها على الإنترنت، عن طريق طبعا الإعدادات الخاصة بالمتصفح تبعك أو الويب. لازم تعمل تيرن أوف للمعلومات الشخصية اللي بتشاركها مع المواقع اللي بتدخل عليها. تأكد أن أجهزتك مثبت عليها الفايروول،
وبرنامج مقاوم فيروسات قوي مثل كاسبر سكاي أو نورتون أو بيت ديفندر أو حتى ماكافي، وتأكد من تحديثهم باستمرار. الأبديت والتحديث تبعه يعني بيخليه أقوى، وإذا ما عملته هذا ممكن يكون عكسي أو حتى لازم تأكد أنك لسه مشترك فيه، لأنه هو فترة وبيخلص اشتراكه، فهذا من الأمور المهمة. وكمان إذا فيكم يا جماعة الخير تقللوا على قد ما بتقدروا من مشاركة معلومات شخصية تبعتكم أونلاين، فيعني يتجنب أنك تفتح أي رسائل أو لينكات ما بتتأكد من صحتها أو مصدرها. وكمان لا تقوم بإدخال أي USB فلاش درايف على جهازك بدون ما تتأكد منه وتعمل سكان للفيروسز. Exactly. وحاول أنك أنت تجعل وسيلة دخول على حساباتك الشخصية أو البنكية مرتبطة بقياسات الحيوية مثل بصمة الأصبع، بصمة الوجه، أو فعل خاصية نظام التحقق الثنائي. بمعنى أنك أنت لو بدك تفتح بريد إلكتروني تبعك على جهازك الكمبيوتر لازم يجيك رسالة على تلفونك من خلال التطبيق تبع البريد الإلكتروني بيقلك أنه هناك محاولة للدخول لكي أنت يعني توافق عليه وتشوفه. وطبعا في كمان يا جماعة الخير تتأكد من خلال الـ OTP أو One Time Password أو رموز المرة الواحدة، وهذا في الأغلب بيكون مرتبط بالحسابات البنكية وبيستخدموه، خصوصا أنه آخر فترة كتير انتشرت في عدة دول، بتجينا أرقام غريبة، تلفونات، لينكات، رسائل. صحيح. وحتى هيئات تنظيم الاتصال في مختلف الدول بتطلع بتحذر أنه يا جماعة الخير هلأ منتشر مثلا الرسالة الفلانية والإيميل الفلاني، فما تفتحوا اللينكات. وهيدي كانت اخر نقطه معنا بهيدي الحلقه. ما تنسوا تعملوا داونلود الحلقه واعملوا لها ريفيو لو عجبكم الكلام، وخبرونا بالتعليقات شو رايكم انتم بالسايبر سيكيورتي، هل انتم تعرضتوا، خبرونا يعني هل انتم صار عندكم سيناريو مع القرصنه ولا لا. اتوقع مينيمم كل حدا فينا بيعرف حدا سرق او نصب عليه من ورا وكات. وعلى فكره احنا لازم نحكي شي يوم عن الكات فيشنج، اللي الناس اللي بتعمل هاكينج من ورا شخصيات بعض، اللي بيتشخصوا شخصية تاني يسموها كاتفشن، هذه لازم نتطرق لها بعدين فعلا. وقبل ما تسكروا ما تنسوا لايك وشير، وما تنسوا تسمعونا على صفحتنا الخاصة في موقع العين.com/podcast، وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، أنغامي وساوند كلاود. كما كم إبراهيم مرس وأنا إياد شعشاعة، كنا معكم في بودكاست بصمتك من العين بودكاست. سلام. العين بودكاست، تسمع لترى العالم.